وافقت اللجنة المتخصصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على خمسة ملفات لإنشاء معاهد ومدارس خاصة وفقًا لدفتر شروط خاص بها. هي مدرسة متخصصة للتكوين في مجالي الميكانيك والإلكترونيك، معهد والتكوين في التأمينات والتسيير، مدرسة للتكوين العالي في تقنيات التسيير، ومدرستين في المانجمنت. فيما رفضت طلب جامعة خاصة للحقوق والعلوم السياسية يأتي هذا القرار بعد دراسة ستة ملفات من طرف لجنة متخصصة اجتمعت في السابع عشر في الجارية وتكملة لسلسلة المشاريع التنموية التي يشرف عليها مجمع رجل الأعمال الجزائري محيدين طحكوت منحت اللجنة الوزارية موافقتها لإنشاء مدرسة متخصصة في التكوين في مجالي الميكانيك والإلكترونيك تضاف إلى المجمع برخصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي